وسهلة وبشارككم بهالمعمول. كلمة معمول مهمة كتير، فكروا فيها من الناحية الجسدية والفكرية، شو ما عمل له عمل هيدا. فإذا أنا عم بعمل المعمول، ما كان في بالأول من مكانات وهيك، كان بإيدا الأم. إذا أنا زعلانة هي اللي أكلون هيك، إذا أنا فرحانة، إذا أنا حلال، إذا أنا حرام. شو بنعمل يا مريم؟ هلا كل الدنيا 99% حرام. كوني أنت الحلال. نحلل قد ما بنقدر. اليوم وصلنا على شفير الهاوية، يا بدنا نوقع بالهاوية يا بدنا نقعد بالزاوية. ما عندنا خيار، شر أو خير. القوي بيروح على الخير، لأنه الضعيف بيروح لهون. إذا بتعرف إنه قوتك من الله، ما تترك الله وتروح لعند على الدنيا الفانية، أنت الخيار إلك. فإذا هالمعمول بنعمل فينا، عمل فيك وفي. شو بعمل حتى يكون الأكل عندي؟ لو جبته من بدي لك من الشيطان ومسمم ومكتب له ومسحور وكلها، وجع بيتي وأنا اشتريته ماني عارفة، فيني فك وحل معه. أنت خليفة الله، أنت سيد المخلوقات، قوة الخير فيك. لحية قاعدة على جنبك هون وعم تطلع، بس تنام على اليمين كأنك نايم هيك. حرف العين هيدا علم، حرف العين الخلفاء الأربعة عين. وانت بتنام على اليمين وبتجد الناصية بتفتح والبصيرة بتفتح، وبتحلل كل الحرام اللي فات فيك. أوقات ما منعرف الحرام من الحلال، منأمن لونه ومناخده ومنشارع ومنحكي ومنكون أصدقاء، ولكن على طول نحن بدنا نغسل كل ليلة كلمة بوعي بانتباه. على طول بعدين بتصير بحال الوعي awareness، بحال أشهده. هيدي طبيعة الإنسان، your birthright، طبيعتنا هيك مثل الأطفال إن لم تعودوا كالأطفال. بس هلأ شو بعمل؟ إجاني ضيوف أو أنا بحب أشرب زهورات، ما بنقي من هالبريء ما رح سميهم، لا، بطلب من كل اللي بيعملوا فخار، خاصة باليمن، بالسعودية، بلبنان، بليبيا، كلنا، حطوا شوية ملح بالفخار قليل. اللي ما عنده ملح بحر يحط ملح صخر، بس ملح البحر أفضل، لأن فيها أربع مواد كتير مهمين. إذا بتشوفوا شو الأربع مواد وليش أربع، حطوا منه. صارت الفخارة اللي عم تغلو فيها البريء عم بتحطوا. إذا ما عندك فخار عندك حديد، أنا شفت صب رمل. أول مرة شفت صب رمل حديد بلبنان من حوالي 30 سنة، كروزي الماركة، واختفت. وبعدين شفتها بالسعودية، هلأ موجودة بماركات كتيرة، ولكن هي صب رمل حديد. تعطيني حديد، نقي الأشكال اللي بتحبها. هيدي أشكال، هيدي أمل عملتها صديقتنا الفنجان. إذا صديقتك اللي هي بتعرفها وفنانة، اطلبوا اللون اللي أنتوا بتحبوه للبيت. اطلبوا كلمة إذا ما في إحراج تحطوها هون، إذا حتى ما يقولوا متعصبين وهيك حطينا الله وحطينا كلام، حط كلمة هيك جميلة. وإذا بس تقدر تقرأ هون كمان، أو تقرأ بالفناء أو تقرأ جوا، بس الكلمة بتذكرنا نحن ضعاف. كلمة صحتين، كلمة بالهنا والشفاء، أي كلمة هيك بتحبها صغيرة هيك، كلمة الأولاد، أنت بتتشرج المي وبتتشرج انت، يكون الفنجان والبري. ولا تخافي، جربي قد ما فيك انت تساوي اوضة النوم وولادك وصحوا تجلي طبخي وجلي. يمكن البنت بتساعدك تمسح البيت او اشياء، ايدك وايدها بالبيت، تحسيها هي من اهل البيت. عجبني هديك اليوم حطوا برنامج على نيو تي في كيف بدنا نعامل الخدم بالبيت. ادفع للأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شوفوا رابعة قديش تعذبت تخدم الناس، وربي عطاها الاستنارة بالبيت اللي كانوا عم بيعذبوها وزيربينا بالأبو. فإذا في بركات ببيوتنا، تركوا بيوتهم وبلادهم وأهلهم وأجوا. ننتبه انه في شيء الماما بدها تحط الطاقة، بتاخد الاولاد بينام احلى، بتاخد البابا، الضيوف الضيوف.
نجرب ما نغير كثير شراشفنا وخداتنا يعني. قديما كان بالسنه مرتين او ثلاثه. لان في طاقه. انتبهوا الصابون اللي بنغسل فيه. خاصة الاندروير الثياب الداخلية، لأنه هلا الصيف وبنشرب عرقنا. فإذا الأكل مهم على الجسد وعلى الفكر وعلى الروح، من الألوان، من الطاقة، من الزي، زيك، شو لابس يعني، شلونك، أي أواني بدي أستخدم، وبس أطبخ وبس أعمل ونظف، هيك تكون بحال، أنت عم تطبخي للي بتحبيه. شو ما بدك سميه مين ما كان. شو بدي اعمل بس كون عامله اكل وشفته انه بيتي وضعيفه. كل عمرهم اهلنا يعملوها. بس ما كنا نفهمها ليش، هلا العلم عم بيعلمنا. هذا الفنجان. غطي. بتشوفي في غطا على البريق. لانه هلا موضه ودارج، لا. الماما شالت عن راسها وغطته. الماما شلحت المريول وغطت العجين. ليش الماما؟ مش البابا، انتبهوا. البابا من برا جاي. طاقة. الماما. إذا حسيتي ما بدك تعملي هيك الناس بتضحك عليكي. اليوم بتلاقي على السفرة، إذا السفرة مدورة بحطوا صحون مربعة، إذا السفرة مطاولة بحطوا صحون مستطيلة، يعني في شكل، في تغيير. انتبهوا العين، العين بتاكل قبل التم، بتشم، والعين بتسمع. كلنا بحواسنا. فإذا نحطي بشكل ما يكون عندك إحراج. قولي لها، هلا الناس لازم تعرف اذا بتحطي هيك، اذا عندك اي ورمه بصدرك، بجسمك، وجع براسي، بس تحطي هيك. ليش الجيش النيتف امريكان كانوا، ما بعرف بلبنان عندنا بيعملوا هيك شيء، بيلبسوا ثياب ما بتبين، كانك بالغابه وما حدا شايفك. الحراميه هيك اللي بيهربوا، ليش بتصير انت والشجره واحد؟ بيبقى كله شجر. شوفوها بطاقة. Energy, vibrational medicine. طب الذرات. ذرة. هلأ في علم اسمه The Medicine of Light. علم النور. ما بقى بدهم انه الذرة ما فيني اشوفها. النور عم فيني اشوفوه. بدون مكنة بعينيهم. عندنا شاب صغير. شاب يا حبيبي 8 سنين. مازن بيشوف بس يتطلع. بيشوف كل النور وكل الالوان اللي عندك، بس هو ما بيعرف هلا، بس رح يدرس، عم بيدرسوا انه هيك لازم يكون. مثل كيرليان، اليوم ما في مدرسه، ما في دين، ما في حدا بيمنعك بيقول لك لا غلط. رجال الدين، رجال العلم، كلهم بيعرفوا. انتم نور العالم، نحن نور العالم، نحن الملح. قال المسيح اذا فسد الملح، يعني نحن الملح، اذا فسد الملح بشو بدي ملح؟ فسد الملح. 70% كل جسم منا رجال ومرا ملح. 70% هلا منه ملح. اللي بينزل من دموعنا مش ملح، ومن كل افرازاتنا مش ملح. جربي كل دموع ابنك دوسيه، دوق شو هي، دوقي. بالهند لليوم بيشربوا البول، بول الانسان. نحن بالعرب هلا بلشوا ببول الناقه. ليه؟ لانه البول بالانس، متوازن بالملح بالبول، كل الجسم. هلا ما بقى في الانسان بطل متوازن، صارت امراض افرازاتنا. كان كل اكلي للارض وجسمي اكل للارض لامي. فاذا بدي اكل اكل يهدي لي اعصابي. مود فود. قد ما فيكم الاكل يكون ني، هلا فتره الصيف، منبت وني، سلطه، خضرة، ما في مواد حيوانية. فيكم تاخذوا فواكه، ولكن الفاكهة بين الوجبات بحس بدها نص ساعة. طبعا إلى جانب التياب اللي واسعة،
إلى جانب الألوان اللي بتحبيها، إلى جانب تقعدي ببيت مرتب ونظيف وفي عطر وبخور، وتكون كتابك بين إيديك، وتكون هالثورة اللي فينا، يكون كل واحد منا عنده هدف حياتك. ليش موجود؟ هلأ موجودة مريم نور لبناء بيت الحق. انت شو موجود؟ وين حقك؟ شو منعمل؟ تصور انك تترك هالدنيا، عندك ولد صالح واليوم صاروا قليل كتير، سيدنا نوح من نبي وما قدير. فإذا انت تكل على نفسك، انت بدك تخلص حالك، انت بدك تحط حالك ببرزخ من نور مش من نار. تعمل اي عمل تقدر ليه، كل شهر تشتري كتاب، اقل شي كتاب او كتابين، وتقول من هالكتاب تعال شوف. انت راح تشوف، تروح نحن ناخذ نيو تي في ونقول بعد شهر بلشنا بيت بلبنان وبيت بسوريا، بتصير انت عم تقرا وبهالوقت عم تكبر، عم بتعمر، عم بتشيد انسان جسد. هيدا البيت من قراءتك، من كتابك، ومن قلبك، ومن جيبتك، ومن مال الله لبناء بيوت لله. بيوت، شوف هالبيت اللي بده يطلع كل يوم عم نغير. شوف هالبيت يلي بتقعد برا وبتشوف النار، بتطلع من اول طابق بتدفوا تحت لتاني طابق، طابقين، واحد تحت الارض بس هو منه تحت الارض، هو جلاله يعني في تجلي، حتى ما نأذي أمنا الأرض. بتقولي الله شو هيدا بيت؟ كأنه شيء أوضة هيك خربة. نعم هيدي خرابات. البيت الحقيقي هو القبر، المقبرة، السرايا. الملك أكبر صار بس شايف القبر قال له هون القصر، صار يقول من السرايا إلى الخرابة، هيدا خربة. فإذا بيوتنا بشكل خربة بس هي قبر وقصر. كل الطاقة اللي فيها، كل هالعلوم بتلاقي موجودة بالمكتبتك، لتيابك، لأكلك، للنار والنور. بيوت قديمة كانت من 500 سنة بكل العالم العربي وبكل العالم، وبعد موجود بليبيا في كتير بيوت جميلة، بسوريا، بلبنان قليل، بس شوفوا البيوت القديمة بلبنان. فإذا كل إنسان بده يكون عنده بيت الحق بيشبهه، يتفصل البيت لإلك. أنت بتلبس الجبل، انت بتلبس البيت، مثل ما لبسنا تياب وبعدين لبسنا هذا البيت، لا، بدنا نلبس تياب طبيعية وبيت طبيعي، ويكون تفكيرنا طبيعي، ويكون طبعنا طبيعي. قال الطبع غلب التطبع. بدنا نرجع نحن نكون طبيعيين بالشتاء بالمواسم، ما ننفصل عن الموسم، نتصل. مش هلأ بالصيف بناكل أكل شتي وبالشتي أكل شتي وبالصيف أكل صيف، اختلط الحال بالنابل، ناكل ايس كريم بوزه بالشتاء. بتشوفهم بالمطعم، انا بروح من وقت لوقت، اعطيني قهوه وايس كريم. بطلع هيك بوجهه قهوه سخن، كلاوي تعبانه وبردين بده يدفيهم، ايس كريم. عنده مصران الرفيع تعبان. مي ونار، طفوا بعضه. شو عم بيعمل بجسمه؟ ما بقدر احكي ابدا، وحتى لو سالوني بقول ما فيني، لانه ما رح يفهم. بدك تقرا وبدك تتالم تتعلم، بدك توصل للشفه ويقول لك بدك تموت. ساعتها بتكون تاخرت. فاذا درهم وقايه، ما نتاخر من بناء بيت الحق وبناء جسدنا وبناء اطباعنا. تشوفوا باليمن بس واحد يزعل بيسحملي له للولد سيف، بحط ايده انه انتبه ما تقول شي كلام مش منيح بيرجع لك. كلنا هيك منحب نستفرغ مع الأهل، مع الأم والبي، مع الأصحاب، والجسم بيستفرغ كل يوم، ملايين من الخلايا بتتغير. فإذا شو الأكل اللي بده يهديني؟ ما تنسوا نستعمل الأواني مش زينة، منا للزينة أبدا، ولا بتضل حزينة هالنفس. نستخدم الفخار، ما فيني إلكن هالطنجرة بس إذا حطيتوا مي فيها، بس صقيل اولاد منها بسموها الزير. بمعظم البلدان العربيه رحت بحطوا جره وبيسقوا مي. ان شاء الله بالسويدا، هيدي محافظه بسوريا، عندهم هالعلوم، وكتار منهم يلي رجعوا على السويدا من البلدان العربيه ورح يعملوا، قالوا لي في جبل كبير رح ناخذ، وفي ناس بالتي ام مع المهاريشي تامل.
بدنا بس تأمل، ما بدنا أي معلم، ما بدنا أي سحر وشعوذات، ما بدنا أي خواري، بدنا تأمل. تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. بيت الحق وبيت تأمل، في صمت وفي عمل وتأمل، وبتشوف الأرض شو بتعطيك، بتتعلم من البعوضة، من النملة، سليمان الحكيم من النملة. كل بيت قد ما فيكم حطوا مواد طبيعية وتيبك طبيعي، والأكل يكون بس الجوع. اسألوا حالكم هالسؤال، وأنا مثلكم ضعيفة وبضعف وبتجربوا. جوعاني مريم؟ لا. ضجراني؟ ايه. عم تاكلي من الضجر؟ ايه. بس يجيني شيء هيك فرحانة أعملها بنسى، هلا كنت بدي أكل، وين راح؟ فإذا ما كنت جوعانة، كنت ضجرانة. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. إذا ما جعنا ما بيصير في إفرازات، البنكرياس ما بيفرز، بعنيد وبيتيس. بدك تجوع تيفرز، بتطعمي ساعة اللي بدك تاكل، بس هو بيقول لا. وبعدين بيجي وقت عملنا سكري، ليه؟ لأنه ما عم بيفرز ساعة اللي هو بده، ساعة القنت. ترك الجسم يجوع، وبس يجوع بتفتح الصمامات، بصير في عندك إفرازات بجسمك هيك مثل الزيوت، والأكل بينزل بصير ينهضم، تمضغ هون وبتبلع. نحن بس بنستطعم بنساننا كتار اللي عم بيطعمون من خسرتهم، بيقول أنا هيك كل حي بدك من خسرتي. بعدين إجا واحد بسموه بهلة، قالوا لك أنا بهلة وليه بس ماني مجنون، تعال تقلع، حط الأكل بتمك، مضغو مضغو مضغو، وبعدين حطه بخسرتك، على القليل تمتعت فيهم بلسانك. وهيك صار يعمل، بيمضغ بحطهم بالكباية، بيمضغ بحطهم بالكباية، بعدين بتحنون بحطوا ليهم هون. تصوروا هالإنسان اللي عايش ما عم بيقدر ياكل، ما فيه يتنفس، ما فيه يكون سعيد ومبسوط، هيدي موت بطيء، حي ميت. ربي عطانا كل هالمتعة تنتمتع فيها باحترام، احترم المتعة وتمتع باحترام، لأنه اللي جسدك عليك حق بده يتمتع بكل حواسه. ما في صح وغلط، ولا في عيب وذنب. ربي ما خلق فينا طاقات وعناصر وأعضاء إنه هيدي عيب حط ورقة توت تتموت. إجا الكبد، وبس إجا الكبد إجت الأمراض، وإجا الفلت اللي بتشوفوه من آدم وحواء لليوم. فإذا لازم يكون عندنا احترام مش كبد. إن شاء الله بده ينزل كتاب ورح نطره اسمه النكاح، وتشوفوا قديش فيه مودة واحترام ومداعبة وحب. فإذا نحن بحاجة إنه نقرأ، يا أمة اقرأ، وهلأ ما عنا عذر أبدا. الكتب بالسوق بالقاف مش بالهمزة. إن شاء الله كلنا بدنا نكون بمعرض الكتاب أينما كان، وناخد هالكتاب ونساهم ببناء بيت الحق من الجيب ومن القلب.